احنا في الدور 42. انا شفتك بالصدفه بتشتغل. اولا عرفنا بنفسك، جاي منين، بتشتغل ايه هنا في العالمين؟ الاسم ناجي، ناجي من محافظه البحيره، السن 36 سنه، شغال هنا سباك بقالي 5 سنين. بتشتغل سباك هنا في الابراج ولا بتشتغل سباك بشكل عام في مدينه العالمين؟ لا، بشتغل سباك في الابراج. الابراج. طب كلمني كده عن يومك بيمشي ازاي في الشغل يا ناجي، يعني بتبدا يومك امتى، بيخلص امتى، بتشتغل ازاي على مدار اليوم؟ يومي بيبدا من الساعه 8 الصبح، بيشتغل في الابراج الصيانات، بينتهي الساعه 5. من الصبح للساعه 5. خلال اليوم ايه بتاكل ازاي، بتشرب ازاي؟ انت من البحيره طبعا، بتبقى عامل حسابك انت جاي تشتغل كده، بتقعد بالاسبوع ولا بتقعد ايام محدده؟ بنقعد ايام محدده زي 12 يوم 15 يوم، وبنزل مثلا 3 ايام 4 ايام. طب اكلك وشربك وزمايلك بتتعاملوا ازاي خلال اليوم بقى، والجو حر مره وجو صيف شويه وجو شتاء، يعني في الاجواء المختلفه؟ انت طبعا بتشتغل على مدار السنه، بتعيشوا ازاي؟ منعيش عادي زي طبيعي، تحت زي البلد، تحت زي محافظة البحيرة، زي ما أنا عايش تحت مع أسرتي هنا، معايا زمايلي هنا في الشقة زي الخوات، بناكل ونشربوا مع بعضنا زي الخوات. أما أيامنا هنا في اللابورج هنا بنجيبوا الأكل بتاعنا من العالمين. آخر زيارة زرت عائلتك إمتى وهتسافر لهم إمتى؟ آخر زيارة لسه جاي من الزيارة من عند أهلي، كان يوم الاثنين. الاثنين ونزل إمتى تاني؟ لسه بقى على آخر الشهر إن شاء الله. بيقول لك خدنا معاك فرجنا، انت بتعمل ايه، ابنك عايز وتوريه هنا البحر وتوريه الحاجات اللي انت عاملها؟ كانوا معايا هنا قبل كده من حوالي سنة، كنت انا معايا هنا شغل، وكانوا معايا وزوجتي وابني، كانوا معايا هنا. نصحتهم هنا في العالمين، طب رأيهم ايه بقى، قالوا لك ايه وانت كنت بتشاور لهم بقى انا عملت ده وعملت ده؟ الصراحة ما كناش عايزين ينفع، مش عايزين يمشوا على المنظر والفخر اللي بيشوفوه، وحتى ما بتيجي على التلفزيون بيقولوا حاجه تانية، العالمين بقت حاجه تانية، لان سنه عن سنه بتفرق وبتفرق في عدد السكان، وبتفرق في الانجازات، وبتفرق في الابراج، وبتفرق في، يعني خلال من 5 سنين ما كانش في اي حاجه، ومن السنه اللي فاتت ما كانش زي السنه دي، والسنه دي ما كانش زي السنه اللي فاتت، والسنه الجايه ان شاء الله نعيشنا مش هتبقى زي السنه دي. انا لو قلت لك وجه رساله لاي حد كده شايفك وانت على التلفزيون، اقول بشكر كل من ساهم في مدينه العالمين الجديده، وبشكر كل زمايلي اللي قاموا بهذا العمل ده، وبشكر الساده المديرين، الساده المديريني ومهندسيني على هذا العمل المشروع ده، وربنا يتمه على خير ان شاء الله. مفيش حد عاملك حاجه بطريقه وحشه كده ولا كده وانت بتشتغل؟ لا الحمد لله، الحمد لله مفيش حد عامل لي بعمل له وحشه خالص. ناجي انا بشكرك شكرا جزيلا، وبشكرك بشكل خاص علشان انت واحد من الناس اللي قدمت لنا هذه التحفه الفنيه، وقدمت للعالم التحفه الفنيه العالمين الجديده. انا بشكرك شكرا جزيلا. الف شكرا. اتعرف بيك. انا اسمي محمد حماد، شغال هنا فني سباك صيانات البرج، تمام، وبعمل صيانات في البرج وخدمات موقع، والحمد لله شغال 100%. خلصت كل الشغل، متبقى حاجات تانية بسيطة يعني؟ حاجات بسيطة وليلة خالص، مش كتير. بقالك كم سنة بتشتغل هنا في الأبراج؟ أنا بقالي هنا 3 سنين شغال في الأبراج. جيت هنا اشتغلت إزاي؟ أنا هنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، الأستاذ ناجي هو اللي جابني هنا، تمام، وشغلني هنا معاه وعيني في البرج، واشتغلت معاه هنا في السباكة بقالك 3 سنين. طب قولي بقى يومك بيمشي ازاي في الشغل من اول ما بتصحى لغاية ما بتروح؟ يومي بيمشي عادي، يعني اول ما بصحى زي كده، تمام، بطلع من الشقة بتاعتي. تبدأ من الساعة كام يعني؟ ببدأ كده من الساعة 7 الصبح، تمام، وانتهي برضو الساعة 7 بالليل، 7 المغرب. من 7 الصبح ل 7 بالليل. حاسس ان الوقت ده هو اللي ساعدكم، المده دي هي اللي ساعدتكم في الانجاز الفتره، في فتره صغيره ان انتوا تخلصوا من حاجات كتير وتنجزوها؟ احنا في المده دي يعني من 7 ل 7 زي كده بنخلص يعني حاجات كتير، بيبقى علينا ضغط كده في الشغل، بس هي بنخلصه الحمد لله. انت من البحيره قلت لي؟ سوهاج، مركز البليانه. من سوهاج. بعيده؟
تبعد عن بكم ساعة مثلا من سوهاج للعالمين؟ يعني 14 ساعة كده 15 ساعة. طب انت بتروح ازاي كل قد ايه وبترجع قد ايه؟ انا مثلا بروح كل 4 شهور 5 شهور من هنا في البرج، يعني كل 4 شهور 5 شهور بروح. طب وده عامل لك كده مشكلة ولا انت مبسوط ان انت بتبقى هنا بتعمل شغل، ولا بتبقى حاسس ان انت محتاج تسافر؟ لا انا مبسوط هنا والحمد لله، يعني مبسوط بشغلي والدنيا مرتاحة معايا ومية مية. فانا وجودي هنا وتاخري يعني الحمد لله بجيب يعني اكل عيشي كده ومصاريفي، وبكفي نفسي وبكفي عيالي الحمد لله. الحمد لله متجوز ومخلف؟ انا متجوز ومخلف الحمد لله. معاك كم طفل؟ معايا طفل وان شاء الله كده واحد جاي في الطريق. يجيب الف سلامه. يعني انت ما اب لطفلين دلوقتي ومسؤول عن طفلين. طيب يعني باب الرزق ده بيساعدك في ان انت تتحمل مسؤوليتك تجاههم وان انت تصرف عليهم وتقدر تكفيهم؟ بتحمل كده وبصرف عليهم والحمد لله مكفيهم 100 100، ويعني مش محتاج اي حاجه من اي حد خالص الحمد لله دايما يا رب. طيب كلمني كده، يعني وانت قاعد معاهم وبتبعد عنهم وترجع بعد 5 شهور زي ما قلت، بتقول لهم ايه وانت هناك بقى علشان تقفل على عن العالمين او عن المشاريع اللي انت بتعملها بتنفذها؟ هي المشاريع هنا حلوة والعالمين جميلة بصراحة، ويعني الواحد نفسه كده ان هو يعيش فيها. انت بقى كنت متوقع ان المشروع ده او الحاجه اللي انت بتعملها دي تبقى ظاهره بشكل نهائي بالشكل اللي احنا بنشوفه في العالمين الجديده، والناس بتيجي تزورها من كل مكان، وان هي تتكلم عنها كواحده من المدن الجميله مدن الذكيه، ولا ما كنتش متوقع؟ لا والله يعني الواحد يعني ما كانش متوقع ان الحاجه دي مثلا هتحصل كده، فاهم ازاي؟ فطبعا انا جيت هنا في نص المشروع والحمد لله يعني كملنا النص الثاني بفضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل الناس وفضل زمايلي. تمام، قام المشروع كده على حلو مية مية. لو قلت لك تفتكر موقف صعب واجهته او حاجه كويسه ما بينك وبين زمايلك وانتوا قاعدين مع بعض؟ انتوا قاعدين في سكن مع بعض صح؟ حوالي كم واحد قاعدين مع بعض؟ احنا يعني الشقه فيها 3 غرف وكل غرفه فيها 2. وقاعدين هنا جنب مدينه العالمين ولا في قاعدين في العالمين تحت؟ طيب لو قلت لي بقى اذكر لي كده موقف كده ما بينك وبين زمايلك، انتوا عايشين ازاي؟ طبعا الحياه الغربه دي بتبقى مختلفه شويه. مين بيعمل لكم اكلكم؟ بيبقى كل واحد عليه يوم؟ بتتخانقوا على ايه؟ لا هو احنا يعني بصراحه مثلا كده في الشقه بتاعتنا احنا مثلا الاكل تمام، احنا بنطبخ مع بعض تمام، ومثلا كل واحد مثلا بيبقى عليه يوم في الطبيخ، وبناكل كلنا مع بعض في الشقه. مثلا احنا بنيجي من الشغل زي كده بنتعشى بس يعني في الشقه بتاعتنا، اما احنا كل يوم زي كده واحد بيطبخ في الشقه. يعني بتطبخوا وتروحوا تاكلوا الاكل اللي انتوا كنتوا عاملينه. طب وبالنسبه للغسيل بقى مين بيغسل لكم هدمتكم؟ لا كل واحد بيغسل لوحده عاد، يعني كل واحد بيغسل لوحده هدومه، كل واحد مسؤول عن نفسه يعني، بس في حاله تعاون ما بينكم وبين بعض. تبقوا جايين كل يوم بتروحوا مع بعض وترجعوا مع بعض، ولا بيبقى الموضوع كل واحد على حسب شغله بيبدا الساعه كام وبيخلص الساعه كام؟ لا مثلا كل واحد مثلا زي كده على حسب شغله، فاهم ازاي؟ ممكن مثلا نروح مع بعض في يوم، مثلا ممكن ما نروحش مع بعض، بس برضو كده يعني في الاول في الاخر احنا بنتقابل مع بعض في الشقه ونبقى يعني مع بعضينا ونتعشى مع بعض وناكل ونشرب مع بعض. يعني قبل ال3 سنين دول اكيد ما كنتش تعرفهم، يعني معنى كده ان انتوا فرصة الشغل دي ان انت عملت كونت صداقات. قولي بقى المحافظات، من اي محافظة اصحابك بقى او زمايلك اللي في السكن؟ في من البحيرة ودمنهور لزمايلي يعني في الشقة. البحيرة ودمنهور وانت سوهاج، في حاجة في محافظة تانية؟ في المنيا برضو. في اختلاف ثقافات ما بينكم ولا تحس ان مفيش اي ثقافة اختلاف؟ لا مفيش اي اختلاف، احنا مع بعض يعني اصحاب واصدقاء واخوات برضو في الشقة، احنا مع بعض وبناكل ونشرب مع بعض تمام، يعني مفيش اي اختلافات يعني اكتر من اخواتي يعني احنا أكتر. تعلمت منهم ايه وهم تعلموا منك ايه؟ تقدر تقيم الموضوع ده دلوقتي؟ والله احنا تعلمنا يعني كل حاجة حلوة مع بعض تمام، ان احنا نحترم بعض في اي حاجة فاهم ازاي، ونقدر بعض بردكت في اي حاجة بس كده. دي شهامة ولاد البلد المصريين. طيب بعد المشروع ده ما يخلص والابراج وتخلص ان شاء الله، وفي حاجات نسبة التنفيذ فيها خلصت بنسبة 100%، ولكن ما تبقى حاجات بسيطة،
انت ممكن هترجع بقى سوهاج ولا ناوي تكمل هنا تشوف فرصة عمل هنا في العالمين؟ ناوي تعمل ايه وتفكيرك ايه؟ والله هنا لو في فرصة عمل انا بالنسبة لي يعني اكمل هنا، لو ما فيش مثلا زي كده اشوف لأي مكان تاني واروح واشتغل برضو فيه، يعني هسعى برضو ان شاء الله باذن الله لغايه ما ارجع الرزق بتاعي. شايف ان هنا في مشاريع مثلا او في اماكن ممكن تشتغل فيها تانية مهنتك؟ في مشاريع هنا كتيرة، والواحد مثلا لو راح دخل مشروع هيشتغل، بس الحمد لله انا هنا في المشروع ومبسوط 100% والدنيا كويسة معايا. حاسس بايه بقى وانت اللي عامل الحاجة دي بقى؟ والله انا بصراحة يعني شعوري جميل جدا ان انا متواجد هنا في العالمين وابراج ريدي كل التعمير، يعني بصراحة يعني حاجة حلوة، يعني حاجة فوق الخيال بصراحة. طيب انت بقى بتروح تحكي لابنك او بنتك او طفلك ابنك ومراتك وعيلتك بقى انت عن العالمين، بتقول لهم ايه؟ بقول لهم يعني ان هي حاجه جميله يعني وحاجه كويسه والحمد لله انه الواحد يعني موجود فيها وشغال في العالمين وفي ليني يعني مصدر رزق هنا فيها برضو، والحمد لله ولك الحمد ودينا عايشين احلى عيشه طالما الانسان بيقدر يشتغل بايديه، يعني الحمد لله. يعني اهم حاجه الصحه وانك انت تقدر تكافح وتعمل حاجه انت مقتنع بيها وبتحبها وبتشتغل فيها، وربنا يفتح دايما ابواب رزق لكل الناس يا رب. طيب لو قلت لك ممكن تجيب اسرتك وتيجي تتفسحوا هنا شويه في العالمين، ولا الموضوع ده تحس ان هو بعيد وبتستبعده، ولا تحب ان انت تخليهم يجوا يشوفوا هنا البحر ويتمتعوا بالكورنيش، كورنيش العالمين، ويتفرجوا على انت عامل ايه، واحد من الناس اللي عملت؟ لا هو انا بصراحه يعني انا شايف انه مثلا المكان بعيد عليهم فما بطلعهمش، بخليهم هم متواجدين في البلد وانا اللي بطلع كده وبشتغل، بس هم اللي يعني المسافه عليهم يعني بعيده يعني مش اكتر. عموما انت نورتنا، وعايز توجه اي رساله لزمايلك لحد، لانك انت عملت حاجه للمواطنين الجمهور اللي بيشوفوك دلوقتي، انك انت واحد من الناس اللي انت عملت حاجه زي كده وان انت ساهمت في مشاريع مهمه زي كده، تحب تقول ايه؟ والله انا احب اقول ان انا اهني زمايلي يعني الكرام ان احنا قمنا بهذا المشروع تمام ووقفناه كده كويس وتم على ايدينا والحمد لله، وكل فخر برودكت لمصر. دايما ان شاء الله بتعمروا وبتبنوا وليكم دور واسهامات في اي حاجه في البلد، وبايديكم المصريه وبايديكم القويه اللي بتقدر تنجز في وقت وجيز. شكرا جزيلا ونورتنا على شاشه اكسترا نيوز، ودايما كده في تقدم، ودايما كده ان شاء الله يعني رزقك في رجليك باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عاشت الايادي، تسلم ايدك. انت اسمك ايه وجاي منين ومن محافظة ايه؟ بتشتغل ايه دلوقتي هنا؟ انا شغال حداد احمد من محافظة البحيرة، 25 سنة. اهلا يا احمد، نورت الدنيا وتسلم ايديك. بتشتغل في الحدادة. انت قلت لي اسمها محجارة؟ دي الصاروخ، الصاروخ دي معناها يعني حجار، اللي يمسكه لازم يكون حجار، مش اي حد يمسكه. ليه بقى مش اي حد يمسكه؟ ايه مهاراتك بقى؟ اخطر معدة كهربائية. ايه لزوم الامان اللي انت بتشتغل بيها؟ لزوم الامان الوش، واول ما اخلص شغل لازم افصل الكابل زي ما كده عشان لو حد عدى او كده ما يدوس عليه. طب بقالك قد ايه في المهنه دي؟ بقالي 5 سنين، من 2017. 5 سنين يعني كان عندك 20 سنه؟ كان عندي 20 سنه. كنت صغير ولا كانت؟ خلصت الدبلوم، اتعلمت الصناعه ديت واشتغلت بيها في مدينه العالمين هنا. بدايتك كانت هنا في العالمين في الشغل ده؟ من 2017. اشتغل هنا في العالمين، اول شغل ليك هنا في الحدادة؟ العالمين هنا من 2017. طيب قول لي بقى يومك بتمشي ازاي، وبالذات ان هي دي كانت اول مره تشتغل حدادة؟ طبعا كنت مرتبك الشغل وكنت خايف، بعد فتره خدت على الشغل وخدت على طبيعه العمل وزمايلي والناس اللي حوالين مني والمهندسين والمشرفين والناس دي كلها، والدنيا بقت ماشيه تمام ويوم عادي خالص، وبقيت اكون مبسوط لاني شغال في مدينه زي مدينه العالمين دي، وبقيت فرحان. وممكن بعد ما بخلص شغل هنا بنزل اغير واستحمى واجيب بعض واجي تاني. بتعمل ايه يعني؟ بتتمشى؟ بتمشى على الكورنيش في الحفلات اللي كانت هنا ديت، يعني بصراحه ما مش عايز اروح من هنا، يعني الاجازات نفسها ما عادش باخد اجازات طول فتره الصيف دي، ما باخدش اجازات الصيف، ما بتاخدش اجازات الصيف، موجود هنا ما باخدش اجازات خالص،
لان فرحان اللي انا شغال في مدينه زي مدينه العالمين بالفخامه والمنظر اللي احنا بنشوفه ده، والناس كمان اللي بتيجي من كل حته عشان تشوف المنظر ده، ما بالك بقى احنا اللي هنا. يعني بكون سعيد جدا وانا موجود هنا. طيب ارجع تاني للمهنه دي، انت تعلمتها ازاي؟ تعلمتها عادي يعني من صحابي كنا شغالين، فبقيت امسك الصاروخ واحده واحده كده لحد ما ربنا كرمني وتعلم بكل بساطه. بتقطع بس الحديد ولا بتعمل حاجات تانية؟ بقطع سيراميك برخام بلوك اي حاجه. يعني انت الحاجات دي بتستخدم في ايه هنا بقى؟ بستخدم ممكن اشق بقى عمود زي كده، ممكن اقطع بقى حديد، اقطع بقى سيراميك، بلاط، مواسير، اي حاجه. طيب يومك بقى بيبدا منين وبينتهي ازاي هنا في الشغل؟ يومي ببدا من 7 الصبح، تمام، اجيب بعض واجي لحد الساعة 5 المغرب، ممكن يكون في شغل زيادة أقعد لسبعة أو ممكن على حسب الشغل ما يخلص، وأروح عادي تمام مفيش أي مشكلة وأكون مبسوط إن أنا موجود هنا. وعايش فين هنا؟ عايش في العالمين. عايش جوه العالمين، عايش لوحدك ولا معاك زمايلك في الشغل؟ زمايلي في الشقة، معايا زمايلي بروح وأجي مع بعض. لما قلت لعيلتك من 5 سنين وأنت صغير كما كنت لسه يعني، فقلت لهم أنا هروح العالمين، يا ابني أنت في البحيرة إزاي تروح في آخر الدنيا وبينك وبين العالمين ساعتين؟ ساعتين ونص. ساعتين ونص، هتبعد عنهم برضو. بتروح بتسافر على طول ولا يعني بتقيم هنا؟ وقالوا لك ايه كمان وانت جاي الحق؟ ماما في الاول كانت بتكون زعلانه خالص مش عايزاني امشي، بس بعد فتره يعني خدت لحد بقى ما اتجوزت هنا المشكله الاكبر. لحد ما اتجوزت بقى المدام بقى يعني بقى الموضوع مزعلها جامد، اللي انا مثلا بسافر وكده واتجوزت وانا هنا برضو في مدينه العالمين، يعني بقى الموضوع اصعب شويه. لحد ما كل عيد بجيبهم عيد هنا تمام، فباخده 5 6 ايام يعني على طول من الدايركت بنجيبهم هنا. اخر مره جبت عيلتك امتى؟ العيد اللي فات؟ اللي فات على طول. كانت ايه شفت العالمين ازاي ورقت ايه؟ صورة على التليفون يعني مش متخيلة المنظر. فلما جم بقى هنا على الطبيعة يعني بيحسدوني فعلا ان انا ما بروحش. يعني الاول كانوا بيقولوا انت ما بتروحش انت زهقان من هنا او كده، دلوقتي لا، شافوا المنظر بقى وشافوا الطبيعة بقى الموضوع يعني مش متخيلينه. طب عملتوا ايه في العيد مع بعض؟ يعني كان في اماكن تخرجوا فيها هنا او بتروحوا فيها تاكلوا فيها تشربوا تتفرجوا على حاجة؟ كل ده كان موجود. يعني احنا جينا من العالمين مشينا على الممشى، دخلنا المول بتاع الماسه، المدينه الترفيهيه، الشط، البحر، كل دي كان الدنيا تمام خالص، وكان في ناس برضو يعني مش على احنا بس، ناس كتير بالمنظر ده. بتشبط فيك تقول لك خدني وتعالى بس تيجي تقعد هنا؟ بس الجماعه بقى في البيت يعني مش هينفع اسيبهم لوحدهم، بقول لك خد مراته وسابنا وكده. يعني معاك اطفال؟ معايا محمد. ربنا يخلي يا رب. طيب محمد بقى صغير ولا سنتين بنبسط في ولا زهق؟ كناش قادرين عليه. عمل ايه يعني لعب ازاي؟ يجري على البحر، احنا كنا على الشط كده عايز ينزل، يعني هو يا دوبك لسه بيمشي يعني ما كملش اي حاجه، وبيجري على الشط والدنيا ديت ويجري على العربيات ويمسك في الناس وحاجه منظر. ربنا يخليه لك يا رب. طيب لو سالتك كده يا محمد ان يومك بيبدأ من الصبح من الساعة كام وبينتهي الساعة كام، وخلال اليوم بقى ايه الحاجات اللي بتواجهك على مدار اليوم في الشغل؟ احنا بنيجي من الصبح الساعة 7 لحد الساعة 5 تمام، بشتغل عادي مع زمايلنا زي ما انت شايفين كده والدنيا تمام يعني مفيش اي مشكلة. وزمايلك اللي في السكن من محافظات تانية مختلفة؟ محافظات كتيرة، اللي من منيا واللي من سوهاج واللي من الفيوم واللي من الاقصر، احنا 6 في الشقة عامة. في ما بينكم اي اختلاف ولا بيبقى في اكتر من اخوات؟ اكتر من اخوات صراحه، يعني اخوات يعني ما تفرقهمش عن اخوات. بتلموا بعض وتيجوا هنا على في وقت الشغل بدايه الشغل بتقولوا خلاص بتصحوا بعض وانتوا اللي بتيجوا هنا ولا كل واحد في ميعاده؟ لا بنصحى بعض الصبح ونيجي، ممكن واحد يروح 7 ممكن واحد يروح 5 10 على حسب الشغل بتاعه. طيب لو قلت لك بقى انت شعورك ايه وانت شايف الابراج والعالمين دلوقتي خلصانه وشيء اشر؟ بصراحه انا منبهر جدا بالابراج، ما كنتش متخيل ان في يوم من الايام هتوصل للمرحله ديت وهنشوف المنظر اللي احنا شايفينه دي، بصراحه منظر يعني عالمي. قول ايه بقى للناس والشباب ان انت واحد من الناس اللي بتعمل انجاز من زي مشروع العالمين الجديد؟ نقول لهم تعال شوف المس، تعال شوف العالمين عامه بحالها، بلاش المس بس، الابراج والترفيهيه والعالمين بحالها عامه، يعني بسم الله ما شاء الله. بشكر كل ايد تعبت فيه. احنا اللي بنشكرك، بنشكر ايديك اللي تعبت. شكرا جزيلا، شكرا نورتنا، شكرا جزيلا.